من أرض الطبيعة والجمال، من بين أغصان النباتات النادرة والأجواء الفاتنة، من على أطراف الشاطئ الساحرة نحلق ونرفرف إلى قمم الجبال الشاهقة، نأخذكم في جولة من الجمال والدلال والبساطة والسعادة وانشراح الروح، حيث تحتضن الأرض الخضراء غيوم السماء البيضاء، ويمتزج الرذاد الذي يملأ الأجواء مع الأمواج الزرقاء. نحط رحالنا ونرخي حبالنا لنطوف في خريف حوف. يوم جديد من أيامنا في خريف حوف، وفي كل يوم نتجول ونتعرف على هذه المحمية الشهيرة والمتميزة عن غيرها من المحميات الطبيعية في الجمهورية، نظراً لاحتوائها على مناظر طبيعية متفردة كونها تجمع بين البحر والجبل، وكذلك العديد من النباتات النادرة والغابات الكثيفة اللي تتواجد في بعض الأماكن كجبل الجليج وغيرها من الجبال في حوف. وأكثر ما يميز هذه المديرية هو موسم خريف حوف الذي يبدأ نهاية شهر يونيو وينتهي نهاية شهر سبتمبر من كل عام، واللي يعد فرصة مميزة لقدوم الزوار من كل مكان. واليوم راح نستضيف زوار جدد من زوار هذه المحمية. خلال رحلتنا في صباحية اليوم لاحظنا هذا الباص اللي أحد الزوار إلى مديرية حوف، وبما أن هذا المكان للإيجار أتوقع أن الشباب أكيد استأجروا في هذه المزرعة، لذلك نجي لعندهم نتعرف على يوميات زوار حوف وزوار خريف حوف ونقضي معاهم يوم. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ حياك الله، كيف أمورك؟ الحمد لله، الله يسلمك ويعافيك ويديك الصحة والعافية. آمين. وأنت كذلك. شفنا الباص الواقف خارج، هذا تبعكم صح؟ أي تبعنا. مخيمين هنا؟ مخيمين هنا. طيب وين العالم؟ ولا جيت أنت والعائلة؟ العالم ورا في الخلف. الشباب في الخلف. الشباب كلهم موجودين في الخلف. طيب خلونا نروح نتعرف عليهم. شكرا. ما شاء الله تبارك الله. جمعة طيبة. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. العفو منك، مفاجأناكم صح؟ لا يعني فاجأتكم زينة كانت إن شاء الله تكون. إن شاء الله. حياكم الله. أول الاسم الكريم. الاسم محمد إبراهيم عبدو، رئيس فريق الزمالك باتيس الرياضي. من وين فريق الزمالك؟ فريق من منطقة باتيس محافظة أبين. حياكم الله. حيا الله. الله يحييك. حبابين الصمود، حياكم الله في مديرية حوف. حياك الله، شرفنا. وأيضا الله يحييك، يعني شرف لنا ولكم في هذا المناظر الجميلة يعني الخلابة، يعني هذه ما تلاحظها إلا في المنظر هذا في الدول الأوروبية. وربنا أنعم مدينة حوف ومحافظة مارة بهذا الجبل الذي يستمتع به كل زوار اليمن، تجي له من كل المحافظات. ونحن حبينا أن نشوف حوف، فتفاجئنا بمناظر حوف يعني، وكانت 3 أيام جميلة جدا. ما شاء الله، قد لكم 3 أيام جالسين في مديرية حوف؟ أيوة إن شاء الله، في السكن هذا اللي استضفتونا فيه، قلنا 3 أيام. الجو حلو. استأجرتوا هذا المكان؟ أيوة استأجرنا هذا المكان. الاختيار اخترتوا مكان مميز. الشباب انظر إلى وجوه الشباب هذه، يعني شباب يعني تحب الأماكن الحلوة والمناظر الجميلة. أكيد بما أنهم رياضيين أكيد يحتاجوا راحة نفسية، وهذه الأماكن تعطيهم راحة أكيد. فعلا إذا كان قطع أكثر من 800 كيلو. ما شاء الله تبارك الله. أيوة. إلى وبيعود بنفس المسافة في حدود 1000 كيلو. الآن احنا قطعنا من محافظة أبين إلى هنا، لازم أن يستمتع الشباب، وشباب الزمالك هذا دائما يحب الرحلات والخروج إلى أي محافظات. زرنا المكلا مرتين في الأعوام السابقة بفضل راعي الشباب وأبو الشباب وداعمه شيخ بليل شيخ الرهوي.
نوجه له التحية شيخ بليل. يعني وجه التحية الشباب أيضا عبر برنامج خريف حوف، الشباب يوجه لك التحية شيخ بليل، وكذلك نحن نحييك ونرحب بكم في هذه المديرية. طيب، بما أنكم فريق رياضي أكيد قمتوا بأنشطة رياضية. أيوة، قمنا حوف أو في المهرة بشكل عام. نعم نعم نعم. إيش الأنشطة اللي قمتوا بها؟ لعبنا مع اتحاد شباب المهرة القيضة أو المهرة. أيوة، اتحاد الشباب القيضة. أيوة، وهذا من الفرق الشعبية في مديرية القيضة اللي العاصمة، وهو تابع لنادي شباب القيضة. أيوة، وخضنا مع مباراة قبل متى أخذناها؟ الأحد، وتعادلنا قبل الجو إلى حوف. أيوة، قبل نجي إلى حوف، وكانت مباراة حلوة أيضا من قبل الفريقين، وانتهت بالتعادل 1-1 لكل فريق. جميل جدا، وهذا يعطي دافع للشباب في المهرة، وكذلك دافع لكم، يعني ما في مهزوم، كلنا حبايب وأصحاب. كلنا حبايب وأصحاب على قولتك. طيب، وكيف جدولكم القادم؟ هل ما زلتوا يعني مطولين في حوف أو قدكم مروحين؟ والله اليوم مقادرين إلى القيضة، ومعنا مباراة أعتقد مع شباب الجزع. ما شاء الله، في نادي الجزع. نادي أو فريق يعني من تابع النادي الجزع. تابع نادي الجزع، وبنخوض مباراة العصر اليوم إن شاء الله. اليوم إن شاء الله. لذلك هذه فرصة أن نقضي هذا اليوم قبل لا يتحركوا الشباب إلى الغيضة، بنقضي معاهم يومهم، نتعرف على الشباب، نتعرف على رحلتهم وكيف يقضوا يومهم في هذه الأجواء الطيبة اللي يعني مستقرين فوق الجبل في البساط الأخضر، وأمامكم الشاطئ واضح اليوم لأن الجو صافي. الجو صافي. كيف حدثني عن نفسيتك شخصيا؟ والله عالي، يعني النفسية عالية جدا، وليس نفسيتي أنا وإنما نفسيات الشباب كلها. كما تلاحظ الأوجه هذه الآن اللي أمامك كيف مبتسمة، يعني للمناظر الجميلة، وبيقدموا إن شاء الله مباراة جيدة، يعني مستعدين. طيب، حياكم الله، من هو كابتن الفريق؟ كابتن الفريق ما شاء الله تبارك الله، حيا سهل. الوجه غني عن التعريف، الكابتن وضاح دهمس. طبعا الوجه معروف لاني احد مشجعي نادي شعب حضرموت، والكابتن وضاح هو مايسترو خط الوسط. حياك الله الكابتن وضاح. الله يحييك، المعذره من الصوت شويه مع البرد الاجواء. لا، مع البرد ولا كنت تشجع ورعشة والأجواء؟ رعشة شوي. حياكم الله. كيف شفت الأجواء في مديرية حوف كابتن وضاح؟ الأجواء رائعة جدا وخلابة، المناظر هذه ما تشوفها إلا في المناطق الأوروبية. طبعا الجبال هذه عبارة عن جبال هولندا، جبال الهيمالايا، جبال يعني عالية وشامخة، البلاد كلها خضراء الصراحة، يعني شيء ما حد يتوقعه وشيء لا يوصف، شعور رائع من قبل الشباب كامل، يعني شيء مش مصدقين انه وصلنا احنا الى المنطقه هذه. اول مره تزورها ولا قبل؟ اول مره. جميل جدا. طبعا الرياضيين متعلقين باوروبا. كلهم يعني المناظر اوروبا، المباريات اكيد ريال مدريد وبرشلونه واخره. اكيد. تشجع ايش من نادي؟ برشلونه اكيد. الله، برشلوني. اكيد. طيب كابتن وضاح، لو خرجنا من اجواء حوف قليلا وتطرقنا الى ذكرى اكيد طيبه وجميله على قلبك، انتم نادي شعب حضرموت فزتوا بالدوري اليمني التنشيطي، حدثنا عن تلك التجربه التي مررت بها، اخر دوري يمني اللي فزتوا فيه. بالنسبه للتجربه كانت رائعه جدا، يعني عبرنا ومضينا بتجمع الاول اللي كان في المكلا نفسها، وكان تجمع يشمل 5 فرق، وشبام والجزع وسلام الغرفه والتضامن وشعب حضرموت، وكنا الأول يتصدر من المجموعة يتأهل مباشرة إلى الدوري التنشيطي، وتأهل نادي شعب حضرموت. من ثم انتقلنا لسيون، كان معسكر جميل، وقبل الدوري يمكن بحوالي 20 يوم أو 15 يوم كانت الأجواء حلوة ورائعة. سيون طبعا معروفة، سيون الطويلة، هدوء وسكينة وراحة ونظافة ومن كل الأشياء. بس في البداية تخسر ب5 وفي النهاية بطل الدوري، يعني تشوف الطموح يستحق التحية. إيش رأيكم النادي شعب حضرموت هذا على
وكذلك الطاقم التدريبي بقيادة المدرب أنور عاشور، نوجه له تحية عبر برنامج خريف حوف. طيب تفضل. الصراحة بالنسبة يعني للإدارة، الإدارة بقيادة الكابتن عامر المرضاح، نقدم له التحية والشكر الخالص. يعني رجل الشخص المناسب في المكان المناسب. أما بالنسبة لأنور عاشور والكابتن أنور عاشور، هذا مدرب له الشكر وله التقدير، وأنا له الفضل بعد الله ثم أنور عاشور، يعني مستوى وضاح دهمس، لأنه أعطاني وأفادني كثير. جميل جدا. بمشوار كرة القدم. طيب كابتن وضاح، هل ممكن نشاهدك في المستقبل القريب مع المنتخب اليمني؟ والله الواحد يجتهد وإن شاء الله التوفيق من الله. أكيد التوفيق من الله. طيب نعود إلى هذه الأجواء، أجواء مديرية حوف، أجواء الجمال والراحة النفسية خاصة للشباب المتواجدين في هذه المديرية. كيف شفتوا يعني الجوانب نقول الرياضية؟ يعني هل شاهدتوا أي ملاعب ممكن أنها تجذبكم في المديرية، أو أنها فيه إهمال في هذا الجانب؟ بالنسبة للملاعب، لعبنا في ملعب نادي الشباب الغيظة، ملعب رائع يعني ما شاء الله. ينقصر شوية تعشيب، إذا تعشى الملعب يكون ممتاز جدا، الأرضية حلوة، الملعب مسطح، يعني حاجة حلوة الصراحة. بالنسبة للرياضة بالمهرة، رياضة ما شاء الله، يعني في تطور من الأحسن للأحسن إن شاء الله. في تطور في الآونة الأخيرة، في لاعبين شباب ممتازين جدا في المهرة، وأنا من ضمن اللاعبين اللي واجهت نادي القزع، في لاعبين ممتازين جدا جدا، يعني الواحد يعترف ويقول لاعبين ممتازين في المهرة. أكيد. وكذلك في الأندية الأخرى في المهرة يوجد العديد من المواهب التي نأمل أن تظهر ويكون فيها اهتمام، حتى نرى أكثر من لاعب منهم يشارك مثلكم في الأندية الأخرى وكذلك أندية المحافظات الأخرى بشكل عام. طيب ما رأيك، تخيل لو أن في هذه الأجواء موجود ملعب كبير مثل الأولمبي حق سيون، تخيل أنك تلعب في هذه الأجواء وفي ملعب مرتب، كيف بيكون شعورك؟ أنا أتوقع أن يمكن عمان أو سكان عمان يحضروا المباريات. أكيد يعني أجواء خرافية. أجواء خرافية صراحة، إذا حضر أحد وشاف المناظر هذه وشاف ملعب في هذه المنطقة أكيد بيكون سعيد جدا والله. يعني ملعب الأولمبي ملعب ممتاز، أبالك إذا كان فيه في سيئون الطويلة، أبالك إذا كان في حوف، في محمية حوف، يعني بيكون شيء جميل. من هنا نوجه الدعوة للمستثمرين بشكل عام، أن ممكن أنهم يقدموا استثمار في هذه الجوانب، وإن شاء الله لنا الشرف في برنامج خريف حوف أن نلتقي بكم. طبعاً هي كانت مصادفة، لكنها مصادفة طيبة، ونرحب بكم في مديرية حوف هذه المحمية الطبيعية. وكما لاحظنا المكان عندكم نظيف، هذا يدل ما دامكم جلستوا 3 أيام في هذا المكان وبهذا النظافة، هذا يدل على رقيكم، وكذلك نقلت لنا صورة طيبة عن أبناء مديرية أو محافظة أبين بشكل عام. لذلك نرحب بكم ونرحب بجميع الزوار اللي هم مهتمين بهذه الطبيعة. كلمة أخيرة تود أن تقدمها في الختام كابتن وضاح. نود يعني الجهات الرسمية أن تهتم بهذه بالمنطقة، هذه في منطقة في محمية حوف، لأن في أشياء سلبية وفي أشياء إيجابية حلوة المناظر، لكن الخدمات مش متوفرة. يجب أن يوفر الخدمات، أن الإنسان يحتاج أن ينزل إلى السوق ويرجع، ما يعني حاجات بسيطة يجب أن تتوفر، وإن شاء الله أنها تتوفر في القادم الأيام إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وحياكم الله في هذه المنطقة، هو نتشرف أن نكون معكم. ومشاهدين الكرام نستمتع معهم بهذه الرحلة. شاركنا شباب أبين في رحلتهم المرحة في جبال حوف، وتعرفنا على الكثير من عادات أبناء أبين وتقاليدهم المميزة، ودار فيما بيننا نقاش رياضي طويل حول الرياضة في المهرة وأبين، وكذلك طموحاتهم المستقبلية، وتعرفنا أكثر وأكثر على نجوم هذا الفريق اللي شاركونا بمواهبهم، وسمعنا بعض من أصواتهم الحلوة الشجية بالأغاني اليمنية والعراقية، وبعض القصائد الشعرية اللي يتغنون فيها في محافظتهم. ولأن الشاعر أصبح هائم في محمية حوف، ساق فيها بعض الأبيات الخاصة،
يقول ابن الرهوي قلبي صبح جاف وغررت اترك الاحباب ومن سكن بالقوف نسيت الاهل والخلان ومن علينا خاف من بعد ما شفت كم من حورنا في حوف جمالها الرباني وغيرهم بالعين ما تنشاف من دون مكياك تنحب من غير اي خوف اقسم بربي ذي بامر حرفين ومنها انكاف لولا الظروف بتابع كل الحياه في حوف. حزانك صح لسانك. باقي معك اي مشاركات ثانيه؟ يعني انا بس الصوت يعني شويه مشحب. طيب سمعنا يمكن يطلع احلى بالصوت المشحب. جرب. خلاص ارجوك انساني خلاص ارجوك انساني واسف ما كان في ظني تخون الود والعشره وتنسى حبنا ذي كان لا وزين بالمره أسف ما كان في ظني تخون الود والعشرة وتنسى حبنا ذي كان لا وزين بالمرة تغالطني وأنا أحبك وكم ضحيت في سباك تغالط وكم ضحيت في سباك أنا ضحيت من أجلك نسيت أهلي وخلاني خلاص أنا ضحيت من أجلك نسيت أهلي وجيراني مصيرك يوم بتندم بدمع العين بتبكي وبتحرق بنار الهام لمن وزين بتشكي مصيرك يوم بتندم بدمع العين بتبكي وبتحرق بنار الهام لمن وزين بتشكي وبيجي يوم تتكلم على فعلك وتبكي دام وبيجي يوم تبكي دام خلاص ضحكتوني خلاص وقفت ما قصر. شكرا شكرا جزيلا. هل باقي معك مشاركة ثانية؟ لأن الشباب ما شاء الله تفاعلوا معك نشتي نسمع مشاركة ثانية. في موال عراقي يعني باقني لكم بس قلت لك عذرنا. لا ان شاء الله يعجب الشباب وكذلك يعجب المتابعين. سمعنا. لا هي نقزة جرح ولا هي نقمة عود هي صرخة طفل هي صرخة طفل وانتم علي شهود ولا هي نقزة جرح ولا هي نغمة عود بعد ما عذبتني تريد لي تعود أرجع وياك بألم أرجع وياك بألم 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 أرجع وياك بألم والهم علي يزود كانت حياتي حلوة حلوة كانت حياتي حلوة زهر وعطر ورود مدري هي نقزة جرح مدري هي نقمة عود يا ويلي أنا المجروح يا خلق الله نبضات القلب صفت يما نبضات القلب صفت ونبضات القلب صفت مثل نغمة وترعود مدري هي نقزة جرح مدري هي نقمة عود هاي الدنيا وين امشي بيها هاي الدنيا وين امشي بيها كل طريق مشيت مسدود يا ويلي انا المجروح يا خلق الله. الله عليك. شكرا شكرا جزيلا.
وأكثر شيء لفت الأنظار رقصتهم الشعبية اللي أجبرت كل المارة للوقوف عندهم والاستمتاع معهم بالشرح الأبين الجميل. هذا الشرح ترك أثر طيب على نفوس الزوار الآخرين. ومر الوقت بسرعة وحان وقت الوداع، فقمنا بالتقاط صور للذكرى بعد ما جمعتنا بهم أحلى الذكريات في خريف حوف.
حين.